استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصافرية هذا اليوم السيد يوسف علي رئيس مجلس إدارة مجموعة اللولو، وذلك للسلام على جلالته. ورحب جلالة الملك المفدى بالسيد يوسف علي وأشاد بجهوده وإسهاماته الطيبة في دعم القطاع التجاري والاقتصادي والاستثماري في مملكة البحرين، منوها جلالته بالنجاحات التي حققتها مجموعة اللولو في البحرين منذ انطلاقتها وما تشهده من توسع في أنشطة أعمالها داخل المملكة وخارجها، متمنيا جلالته له دوام التوفيق.